محمد هاشم من جامعة الفيوم. كل القصة إن إحنا كان في 20% مستقطعوا من الصناديق الخاصة من صناديق الجامعات المصرية. وكانت وزارة المالية وعدت إن هي تدينا منهم 10%، يعني نص المبلغ ده باستقطاع. وكان في فكرة إنشاء صندوق العاملين، تقسيم الأعضاء العاملين في الجامعات المصرية. الصندوق ده المفروض إن هو يبقى فيه 2.4 مليار. ووزارة المالية عطت وعد بتوفير باقي المبلغ في حالة إن هو لو المبلغ قل على 2.4 مليار.